أفضل ممثل مساعد في 2018. بمؤاخذة حضرتك عارف إن أنا ما تربيتش في قصر زي ده، في الوقت برضو اللي أنا عارف فيه إن أنا ليا أخوات كبروا وتربوا هنا، وأنت ما فكرتش تسأل عليا من ساعة ما رميتني وأنا حتة لحمة حمرا في بطن أمي. لو فاكر إن أنت هتاخدني في حضنك النهاردة وتخليني أقول لك يابا زي بيت عيالك فهنسى، مش هيحصل. جائزة أفضل ممثل مساعد الفنان محمد عز. الحقيقة بنبارك له لأن هو أول ما عرف طريق النجاح خلاص بقى بيستغل فرصة ورا التانية ودور ورا التاني. مبروك لمحمد عز. مساء الخير. مبسوط الحمد لله ان انا تاني سنه على التوالي باخد جايزه من وشوشه. عايز اقول حاجه، انا كنت قبل ما امثل كنت فاكر ان الجمهور لما بيقابل ممثلين في الشارع يعني بيقول لهم انا بحبكم، انتوا كنتوا كويسين في كذا كويسين في كذا، بس انا الحقيقه بيحصل لي حاجه غريبه جدا بقى لي سنه. بسمع من الناس في الشارع ربنا يبارك لك، ربنا يحميك، ربنا يحفظك. وبما ان الفن هو الفن اللي يعيش، فانا اتمنى ان انا في يوم من الايام اعمل فن يعيش، بعد ما اموت تفضل الناس دي تدعي لي. بشكر زوجتي واولادي استحملوني كتير، ودايما بشكر دعوه امي اللي بيها بتتفتح لي كل السكك. شكرا وشاشه، شكرا هواري، شكرا ليكم.